انا عايز اعرف فلفل ليه سر لقب فلفل. بص انا اللقب ده معايا من وانا عندي 6 سنين. كابتن احمد نبيل هو اللي طلع عليا، يعني كنت تخين زي ما قلت لك، فهو اطلق عليا الاسم ده. انا فاكر كنت قدام منه اللي هو مش فاهم يعني ايه بقى. انا بقول لك ما كنتش اعرف غير كره القدم. يعني افتح مثلا تلفزيون او اهلي يفتحوا التلفزيون، هي كره القدم بتشتغل، اي لعبه تانية بتتقفل. تمام. فلما اطلق عليها الاسم ده ما كنتش فاهم ان ده اسم شهره او حاجه كده يعني. فلما اتكلمت معاه قال لي لا ده اسم كويس، خليك يمكن ربنا يكرمك وتتشهر بيه. وقد كان بقى بس حمايد دلوقتي مدربين الاهلي والزمالك ومنتخب مصر كلهم اسبان. هل ده خلاص دي المدرسه اللي مصر هتنتهجها وهتبقى هي دي مدرستنا في كره اليد لفترات؟ وهل مستريحين اصلا معاها ولا لا؟ لا مش فكره كده طبعا، برضو هي فكره ان اسبانيا احسن مدربين في العالم دلوقتي. هتشوف اي فرقه بتكسب تشامبيونز ليج، بتكسب منتخب قوي، تلاقي دايما او يعني غالبا المدرب يبقى اسباني. المدرسه الاسبانيه فعلا هي اللي مسيطره على العالم كله دلوقتي. المدربين الصغيرين اللي هم ما لهمش اسم كبير قوي زي في الاهلي، يعني مش ما مسكوش منتخبات كبيره قوي او كده، برضو بيبقى عندهم طبعا فكره وبيبقوا كويسين. بس فشايف ان المدربين الاسبان فعلا دلوقتي هم اقوى مدربين في العالم. هم ما بيعتمدوش على اجسام على قد ما بيعتمدوا على فكر لعيب وتكنيك لعيب. فدي المدرسه اللي تمشي مع مصر. يعني انت ما عندكش مثلا زي الدنمارك الناس بقى كلها معديه فاهم اطوال. فهي انا شايف المدرسه الاسبانيه هي نجحت في مصر بسبب الموضوع ده، ان هم بيعتمدوا على التكنيك اكتر من الاجسام. زي مدرسه مثلا الاسكندنافي اللي هم السويد والناس دي بيعتمدوا ان الاجسام تبقى كبيره، تخبيط الكلام ده، انما انت لا. فشايف ان ده سر نجاح المدرسه دي مع مصر. يعني فلفل، مين اكتر لاعب موفق عليك من الاهلي ولاعب انت موفق عليه اللي هو يعني؟ بص اخر ماتشين كان كاستيلو لسبب هو يعني. انا الحمد لله ما اعتقدش ان كان في حد فاهم في الماتشات اللي فاتت غير كاستيلو. انا مش هتكلم، انت اللي تقول، انا مش دعوه. لا قول لي طب والله اصرار. لا 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 ما انا ما اعرفش، انا عاوزه يفكرني يعني. قول لي انت، مش مشكله انت اكيد. انا هو كاستيلو في اخر ماتشين او ثلاثه ما ضيعش ولا ضربه جزاء، او ما ضيعش غير اخر كوره او كوره واحده يعني فاهم عليا. مثلا يعني مثلا لو شاط هو اول ماتش السوبر جاب 9 اجوان مثلا، منهم 5 ضربات جزاء ولا حاجه. الماتش الثاني برده شاط حوالي 3-4 ضربات جزاء جابهم، فهو يعتبر كاستيلو يعني هو اللي كان ايده ماشيه عليا انا شخصيا في ضربات الجزاء او في الانفراد او كوره دخلها، مع اخر كوره ربنا كرم بقى وصدتها فاهم. طب واللي انت بقى موفق عليه؟ لا برضه ما فيش حد بعينه على قد ما انا يعني. لو في الاهلي عموما لا ما فيش حد بعينه خالص خالص يعني. طب انت حمايد اكتر ايد بتكره تشوف عليك من الزمالك فين؟ اكره ايد بكره اللي هو بيطير في الهواء عشان يا رب يمسكوه يا رب يصدوه فاهم، ما تجيش عليا. لا والله هو الزمالك كلهم يعني لعيبه كبيره، وانا شايف ان هم مختلفين عن بعض. يعني كابتن الاحمر مثلا يعني كورته صعبه جدا مع انها مش بتبقى قويه بالزبط. يعني هو بيبقى عارف هو شايط فين، نادرا جدا ما تلاقي لعيب عارف هو شايط فين بالظبط. يعني حتى انا دايما بتكلم معاه في الموضوع ده، يعني الاحمر كورته صعبه، يحيى الدرع كورته صعبه بتبقى قويه جدا، حسن كورته سريعه جدا. طب انا هقول لك بقى مين اقوى، الدح ولا الدرع في الشوطه؟ اقوى لا احس ممكن كره يحيى اقوى. بص هو يحيى كورته اسرع بكتير او صح يعني كره يحيى اسرع، يحيى اسرع سريعه جدا. انت يعني انت يحيى ممكن تبقى تشوفها بس ممكن ما تلحقش تروح لها. أيوة حسن كورته يعني هتشوفها بس ممكن تعورك. قوي حسن كورته قوي بالذات ان هو بيبقى داخل مندفع فما شاء الله يعني بيبقى دايس على 2-3 تحتيه فالكوره بتطلع قويه يعني. طب في بتشوف لاعب في الزمالك يعني بيخاف يشوط عليك مثلا اللي هو بيبقى عارف ان انت حافظه فاللي هو يمرر احسن ما يشوط عليك علشان عارف ان انت حافظه ممكن تصدها؟ بص صعب جدا برضو والله يعني مش صعب جدا، مش هقول كده ان ما حدش يعني هو صعب جدا تلاقي برضو لاعب خايف يشوط على الجون يعني. بالظبط. انت في الماتش بتبقى اللي هو انت واخد قرار ان انت كده يعني اللي هيشوط عليك انت عايز تصد منه. بص يعني انا هقول لك على حاجه في الموضوع ده، مفيش لاعب الاهلي والزمالك عارف يعملها. لان مش هتنفع تلعب هنا لو انت كده يعني، انت هنا او هنا مش هينفع. انت اصل هو الماتش بيتلعب ان انت لعيب جامد او لعيب كبير فانت بتلعب في الحته دي عشان كده، فما ينفعش تجي لك كوره مهمه او كوره حتى لو انت مش موفق. بس انت ممكن لو مش موفق تقلل بقى غلطاتك، تباصي لاصحابك، تدخل حد. انما مفيش لعيب هيجي له مثلا بيلين يقول له ادخل شوط يقول له مش شايط، مفيش لعيب مثلا الفرصه ليه ان هو يشوط مره 9 سواء في الاهلي او الزمالك فيخاف يشوط. لا مفيش كده. في الكوره في حارس مميز في ركلات الجزاء حتى لو مستواه في الطبيعي وسط، وفي ممكن حد تاني يبقى ما بيعرفش يصد ضربات جزاء خالص. هل في اليد في حاجه اسمها كان ممكن يكون حارس افضل من التاني بكتير في رميات الجزاء؟ اعتقد يعني ممكن. زي مين بقى؟ طب قلنا على مصر كده. لا انا شايف فلفل مميز جدا في ضربات الجزاء.
والله مش انه قاعد يعني هو من زمان مش فكره ماتش اهلي او زمالك، بس بحس ان هو دايما يعني عارف بيبقى في جون رخم كده على اللعيب. يعني انت بص، هي المشكله ممكن انا حركته مش متوقعه يعني، او ممكن تحس ان انا مش يعني بيعمل نفسه مش واخد باله. بالظبط يعني الزاويه اللي انت شايفها دي انت كنت شايفها فعلا فاضيه، بس انا يعني ببقى هارش ان هي فاضيه، ممكن ابقى حاسس توقع. يعني اقول لك على حاجه، انا كاستيلو بقالي ماتشين ما صديش من ضربه جزاء، ما هو بيشوط في حتت يعني مش من جنب وشي، فجنب وشي دي مستحيل اصدقها يعني. هي بتبقى حسابات بقى، أيوة ممكن يشوط كده تاني هو لسه شايف كده يعني، فاهم؟ فهي الفكره مثلا الجزيري مثلا في ضربتين جزاء صدتهم ورا بعض منه الماتش ده كان بتاع الدوري تقريبا، فهو شاط ضربه جزاء دخلها جون، فانا نزلت وانا ماشيين انا وهو، فقلت له بقول لك ايه، انا شفت ايدك انت بتشوط ازاي وانا هصدها منك الجاي، والله قلت له كده بالظبط. فكان النقاش كده، قال لي طب هنشوف. ففيصل قال لي لا مش هتصدها، قلت له طب هشوف، فصدتها له. جت اللي بعديها انا كنت والله متاكد انها من رجلي، بص يعني انا نازل هي من رجلي، حتى تلاقيني ما رفعتش رجلي، رحت قافل رجلي الاثنين قعدت وقعدت على الكوره تقريبا، جت في رجلي وطلعت يعني، فاهم؟ فهي الفكره كلها هي شويه توقع على شويه ان انت تبقى قاري اللعيب ده ممكن يغير امتى او يعمل ايه. وفي لعيبه رخمه طبعا في ضربات الجزاء برضه يعني. طبعا، وفي خلي بالك كل الهجوم بتبقى يعني ما فيش بص سيستم زي جون الكره ان انت تقف في النص وتتوقع وتنط يعني، كل واحد بيلعب بستايل وبتشوف على حسب مين بيشوط عليك كمان يعني، الموضوع بيبقى مختلف. انا شايف كل الاجوان اعتقد في والله بجد في مصر مميزين في موضوع ضربات الجزاء. حريم هنداوي بيصد الطياره، بص بالنسبه للموضوع اللي هو بيتكلم فيه ده، انت يعني مثلا احنا في الزمالك عندنا اول اتنين بيشوطوا مثلا ممكن يبقى شاط عليه مثلا 50 بليم ده بجد احمر، وكاستيلو ممكن يبقى شايط 30 بليم، فاهم؟ فهي لا هي بتبقى انت بالذات اهلي وزمالك انت تبقى حفظت اللعيب خلاص. ساعات مثلا اقول لك على حاجه، في ماتش الاحمر شاط فيه مثلا 7 بليمات ما ضيعش واحد، كاستيلو بقاله ماتشين شاط مثلا ما يوازي مثلا 9 بليمات ما ضيعش واحد. فهي بتبقى شويه فيها توفيق للعيب وشويه فيها توفيق للجمهور. الكوره انت مدرسه الكوره زي ما حماد بيقول لك، ممكن الجون يقف يمسك يمين بس، هو مستني الكوره تشوط يمين. في ناس يقول لك يا اما توقع يا اما بيلعب على استنى لحظه ويترمي على الكوره، ده مش موجود في اليد بقى. احسن حارس في تاريخ مصر في اليد مين بقى؟ بص الموضوع ده بالنسبه لي مش سهل اكيد، ما عشان كده هو سؤال صعب. ممكن اقول كذا اسم. لا ما هو كذا اسم، انا هقول لك انا عادي، انا هقول لك انا حماده النقيب وحماده الروحي وايمن صلاح وجميل والناس وكريم هنداوي، فاهم؟ ونتبسط كلنا. لا بص السؤال ده صعب. انت بتعورنا. انا بيعورنا مش عورنا. لازم تختار الحارس المفضل ليك. المفضل طب على فكره يعني مثلا هو بوفون ونوير مش عظماء في كره القدم، بس ده ستايل وده ستايل، انا بحب ستايل بوفون في التصديات بتاعه الاثنين. طيب انا بقول لك بقى المفضل ليك ايه؟ بص انا شخصيا ما اتفرجتش على كابتن ايمن صلاح. تمام فما اعرفش، بس اتفرجت على فيديوهات وبالنسبه لي كان غريب جدا وجامد جدا يعني بجد. يعني انا ما شفتش جون مثلا كره بتتباصه من نص الملعب ل 9 متر هو طلع قاطعها من اللعيب يعني. انت شفت اللقطه دي؟ شفت. انا ما فهمتهاش. انا شايف كابتن حماد الروبي وكابتن النقيب الاثنين مميزين، كل واحد مميز في حاجه طبعا، فاهم؟ يعني انا شايف كده مثلا لو من بره التسعه انا شايف كابتن حماد الروبي كان قوي جدا في الموضوع ده. الاختراقات كنت شايف حماد النقيب ردود الفعل اسرع مميز برضو في الموضوع ده. فانت تختار ما بينهم، انا شايف الاثنين شالوا منتخب مصر يعني، ما تقدرش تقول ده احسن او ده احسن. بس كما اصلك بس والله اقول لك على حاجه جد، الاستمراريه مثلا للنقيب يعني النقيب مثلا لعب 11 كاس عالم تقريبا ورا بعض، لعب مش عارف 5 اولمبياد ما بينهم مدرب ولعيب، فدي استمراريه. تمام. فتحسب له النقطه دي. تمام. انما كمواهب انا شايف الروبي موهبته مثلا بحكم ان انا كنت عارف ان هو مثلا ما بيتمرنش كتير، مش بتاع تمرين زي النقيب مثلا، بس كان بيصد الصد ده، فدي موهبه تحسب له برضه. فاهم؟ ما تقدرش تختار ما بين الاثنين. انا شايف ان هم يعني ممكن لو هتقول لي اختار واحد ممكن اختار انت بقى الواحد. انت اللي زنقت نفسك. خلاص اختار واحد. اختار الروبي والنقيب. لا اختار حماده بس. اختار حماده. حماده.